لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث وخط يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده في بدايه حلقتنا عايز اناقش مع حضراتكم ملف استيراد اللحوم المجمده من الخارج. ده ملف خطير جدا، وبنحاول من خلال هذه اللحوم المجمده زياده المعروض من اللحوم في السوق المحلي. احنا بنستورد سنويا حوالي 360 ألف طن من اللحوم المجمدة، بنستوردها من حوالي 30 منشأ عالمي للحوم. معنى كده أن مجازر هذه الدول بتذبح لمصر ما يقرب من 1.5 مليون رأس عجول حية عشان نقدر ننتج 360 ألف طن من اللحوم المجمدة ونوردها لمصر. 30 منشأ للحوم، ولكن أبرزها على الإطلاق هي دولة الهند، بنستورد منها 80% من احتياجات مصر من اللحوم. طبعا كل هذه الكميات يجب أن تأتي لمصر مستوفية لكل الاشتراطات المصرية في استيراد اللحوم من الخارج. أبرز هذه الاشتراطات هو وجود شهادة حلال من دولة المنشأ للحوم، شهادة حلال تؤكد أن تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية وموثقة في السفارة المصرية في دولة المنشأ. خلي بال حضراتكم، دي مش اشتراطات مصرية، دي اشتراطات منظمة التجارة العالمية. أي شحنات غذائية يتم استيرادها لازم معاها ورق من دولة المنشأ وموثق في سفارة الدولة المستوردة لهذه الشحنات. مصر في سنة 2023 أصدرت قرار هام جدا، هو رقم 1 لسنة 2023 وتحديدا وزارة الزراعة. هذا القرار حدد معايير في حالة انطباقها على إحدى الشركات المانحة لشهادة الحلال فورا يتم اعتمادها للسوق المحلي، وتمنح الشركات المصرية شهادة الحلال عن الشحنات اللي بيتم استيرادها للسوق المحلي. طبعا بنتكلم عن اللحوم المجمدة. طبعا ده بينطبق أيضا على الدواجن وغيرها من المنتجات الغذائية اللي لازم يكون معاها شهادة حلال. الغريب فعلا أن هذا القرار الهام جدا، رقم 1 لسنة 2023 لتنظيم عمل الشركات المانحة لشهادة الحلال في العالم للشحنات المصدرة إلى مصر، يجري تعديله أو مطلوب تعديله، رغم أن هذا القرار اللي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية راعت فيه بشكل كبير جدا مطالب الجهات الدولية المانحة لشهادات الحلال، وأيضا اشتراطات منظمة التجارة العالمية، الشفافية مطلقة وممنوع الاحتكار، لازم يبقى فيه سواسية بين جميع شركات منح الحلال في العالم. في تلك الأثناء أيضا تم تأسيس شركة ISEG حلال لمنح شهادة الحلال للكميات الموردة للسوق المحلي من اللحوم المجمدة وغيرها من المنتجات الغذائية اللي بتحتاج شهادة حلال. دي شركة مصرية تم إشهارها بهدف منح شهادة الحلال للمنتجات اللي جاية لمصر، وكان المفروض لهذه الشركة أن تنتشر في كل العالم. كل دولة منشأ للحوم يبقى لينا فيها مكتب قادر على منح شهادة الحلال، ولكن يبدو أن المنظومة لم تكن كاملة. في اللحظة دي لازم فورا نرجع للقرار المنظم رقم 1 لسنة 2023. عندنا عشرات الشركات في العالم اللي بتمنح شهادة الحلال، الأمر لا يختص
بشركة واحدة، طالما الشركة المصرية اللي كلنا مستنيينها ومحتاجين مؤسسة حلال مصرية مش جاهزة، بنرجع للشركات العالمية اللي بتمنح شهادات الحلال. ولكن اللي حصل عكس كده تماماً، في محاولات لتعديل القرار رقم 1 لسنة 2023 المنظم للشركات المانحة لشهادة الحلال، وطبعاً في ارتباك كبير جداً، كل الشركات المصرية مش عارفة تصدر منين شهادة الحلال، وخصوصاً في الهند، وتوثقها فين، لدرجة أن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في 14 ألف طن صدرت موافقة استيرادية ليهم من الهند، 14 ألف طن من اللحوم المجمدة، لغاية النهاردة محدش عارف هيدخلوا مصر إزاي. وخاصة أن اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق أصدر منشور للهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمارك المصرية يؤكد على عدم دخول شحنة ال 14 ألف طن من اللحوم الهندية إلا بعد استيفاء شروطها، وأبرزها شهادة الحلال من دولة المنشأ وموثقة في السفارة المصرية. اللي حصل إن في 1200 طن من اللحوم المجمدة تم ذبحها فعلياً في الهند، وحتى اليوم لا أحد يعلم كيف ستأتي إلى مصر بدون شهادة حلال. ومن أشرف على عمليات الذبح الحلال في الهند لهذه الكميات من اللحوم، وخاصة أن هناك تعليمات مشددة مش هتدخل إلا بشهادة الحلال. احنا مش هناكل ميتة ولا هنقبل دخول لحوم غير مدبوحة على الشريعة الإسلامية، بندفع فلوس ناخد لحوم تتوافق مع شريعتنا وديننا الإسلامي. الأمر معقد بالفعل، وكل الشركات مش عارفة تشتغل. احنا محتاجين 360 ألف طن من اللحوم المجمدة، ودخلين على موسم عيد الأضحى المبارك، ده عيد اللحوم أو موسم اللحوم، ولازم نزود المعروض من اللحوم في السوق المحلي، وعندنا اختبار بالغ الصعوبة، 1200 طن مدبوحة ومجمدة وجاهزة للتوريد في السوق المحلي، ولكن بدون شهادة حلال، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في هذه الكميات. محدش شاف عملية الذبح أو التجميد أو اختيار العجول، إذن كيف ستمنح شهادة حلال لو افترضنا من جمهورية مصر العربية؟ مين اللي شاف عملية الذبح ومين اللي أكد إنها مدبوحة على الشريعة الإسلامية؟ أمر بالغ الصعوبة. أيضاً قبل ما انهي كلامي لازم أكد على شيء مهم جداً، كل اللحوم اللي موجودة النهاردة المجمدة والدواجن في السوق المحلي عالية الجودة ومطابقة للاشتراطات المصرية ومعاها شهادة الحلال، احنا خايفين من اللي جاي. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.